تحية طيبة لكم مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في موعد جديد ضمن برنامجكم من جنوبنا، وموضوع هذا العدد شبكة الطاقة الكهربائية بالجنوب، إنجازات تحققت ومشاريع واعدة. يكثر الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف، جهود حثيثة تبذلها الدولة وبأحدث التكنولوجيا، خاصة ما تعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والرهان ضمان الأمن الطاقوي، وكذا تنويع مصادر الطاقة لا سيما النظيفة منها كالطاقة المتجددة. ولإثراء النقاش أسعد كثيرا باستضافة ضيوف البرنامج. أسعد إذن باستضافة كل من السيد عبد القادر عبودي المدير الجهوي لشركة سون الغاز توزيع ورقلاء، أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا أخت، شكرا جزيلا، مرحبا بكم. وفي الجانب الأكاديمي يحضر معنا البروفيسور عبد الغفور ددنا خبير في اقتصاد الطاقة بجامعة قصد مرباح بورقلاء، أهلا بكم بروفيسور. شكرا لك أستاذة، أهلا، نشكر على وجهك. ورحب كذلك بالسيد محمد بوزيتون المدير الجهوي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء وتسيير المنظومة بورقلاء، أهلا بكم سيدي الكريم. أهلا بكم، شكرا على هذه الاستضافة. لا شكر على واجب. وأرحب كذلك بالسيد ميلود بوجلة مدير الطاقة والمناجم بولاية ورقلاء، أهلا بكم سيدي الكريم. أهلا بك سيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكركم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. إذن نرحب بكم من جديد ضيوفي الكرام، وأشكركم جزيل الشكر على تلبية دعوة البرنامج. وقبل أن أبدأ نقاشي معكم ضيوفي الكرام، أدعوكم في البداية رفقة مشاهدينا إلى متابعة هذا الموضوع حول الإنجازات الكبرى في مجال الطاقة الكهربائية، والموضوع من إمضاء الزميل محمد سنوسي عياض. نتابع الموضوع ثم نعود بعدها لنفتح النقاش. ضمن استراتيجية استباقية لضمان تموين بطاقة الكهربائية، تعمل شركة التوزيع للكهرباء والغاز بالولايات الجنوبية على ضبط كل المحطات والمحولات لضمان أفضل خدمة للمستهلكين مع حلول فصل الصيف والارتفاع الكبير للطلب على الطاقة. مركز هذا يعتبر مركز تحويل ونقل كهرباء 220 كيلو فولت ورقلاء الشرق، ويعتبر من أهم المراكز في ولاية ورقلاء من أجل ضمان وسيرورة نقل الطاقة الكهربائية إلى كل ولاية، كل مراكز ولاية ورقلاء. المهام اليومية اللي نقوم بها هنا في المركز هذايا هي مراقبة الأجهزة، يعني المحولات ولي ديجونكتور ولي سيكسيونور، يعني باش تكون المهام نتاعها يعني تمشي يعني ما يكونش فيها انقطاع. محطات جديدة ومحولات ستدخل حيز الاستغلال موازاة مع التوسع الكبير لشبكات النقل ومشاريع مهيكلة، خطوات تفتح الباب واسعا أمام كل المشاريع التنموية الكبرى في هذه الولايات. احنا عندنا يعني برنامج مسطر إلى غاية 2030، هذا البرنامج يغطي كل المتطلبات المستقبلية لهذه الولاية وكذلك الولايات الأخرى. يعني لا يخفى عليكم أنه برامج الجنوب هي برامج خاصة وتحضر يعني قبل ما ندخلوا في الصائفة، يعني في اقتراب صائفة 2024 رانا أتممنا كل المشاريع المبرمجة على مستوى كل الولايات. التزام الشركة الاجتماعي في إطار الخدمة العمومية انعكس في توفير كل الفرق العاملة والتجهيزات اللوجستية لضمان توصيل التيار الكهربائي للمواطن دون انقطاع، جهود انعكست من خلال استحسان المواطن لنوعية الخدمة المقدمة للطاقة الكهربائية داخل المنازل والمراكز الخدمية. أنا كمواطن كسيون تاع الكتريسيتي في الدار وكل شيء، الحمد لله ما عندناش انقطاع يعني متواصل ولا حاجة، الحمد لله. خطرة اون فوا مي مليحة، كان استجابة مليحة، كان تطور مليح من جهة التطور، كان تطور مليح. على سنوات مضت يعني تحسنت لاباس، يعني فيما مضى كانت خاصة في فصل الصيف كانت انقطاعات يعني كثيرة،
أما في الوقت الحالي يعني لاباس الحمد لله، ما كانش كاين توفر في الكهرباء. مشاريع طاقوية كبرى بالولايات الجنوبية تعكس النظرة الاستشرافية للدولة بوضع هذه الولايات أقطابا صناعية وفلاحية كبرى ومنطلقا لنهضة اقتصادية صناعية جاذبة. إذن كما تابعنا في الموضوع حول الإنجازات الكبرى والمتعلقة بالمجال بمجال الطاقة الكهربائية، أبدأ معك في البداية المحور الأول سيد بوجلة، نتحدث عن أضخم مشروع وهو مشروع ربط شبكة الكهرباء بجنوب البلاد بالشبكة الوطنية. هذا المشروع الضخم سيضمن إنجاز 33 محطة لتزويد كل ساكنة ولايات الجنوب. سيد بوجلة، حدثنا عن أهمية هذا المشروع الضخم والاستراتيجي لساكنة ولايات الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. إضافة للإنجازات والمشاريع التي وضعتها الدولة وحاليا هي وضع حيز الخدمة، وضعت كذلك السلطات العمومية للبلاد ممثلة في وزارة الطاقة والمناجم عن طريق الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لكذلك إنجاز خلال السنوات الأخيرة مشاريع في إنتاج نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في الجنوب الكبير نظرا للمساحة الشاسعة التي تسخر بها البلاد. كان أولى بد من وضع استراتيجية، وهذه الاستراتيجيات هدفها ربط الجنوب بالشمال. نعم. حتى نضمن أمنا طاقويا وكذلك مواكبة معادلة العرض والطلب عن الكهرباء، وكذلك لما يسخر به جنوبنا الكبير من تنمية في المجال الفلاحي خاصة الزراعة وزراعة الشعب الاستراتيجية كالحبوب، المناطق الصناعية التي تعرف نشاطا خلال السنوات الأخيرة، وكذلك تحسين الخدمة لفائدة المواطن في الجنوب وهو استعمال الكهرباء لا سيما المكيفات في ظل ارتفاع الحرارة خلال فصل الصيف. إذن وضعت الدولة مخططا، هو مجموعة منه حيز الخدمة، وكذلك هناك مشاريع في طور الإنجاز ومشاريع مسجلة لمواكبة هذا الطلب. في سنوات مضت نظرا لارتفاع هذا الطلب رفعت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز مستوى التوتر لنقل الكهرباء من 220 ألف كيلو فولت إلى 400 ألف كيلو فولت. هذا إن دل عن شيء إنما يدل عن الاستطاعة الكهربائية المنتجة التي تم رفعها ولنقلها لصالح المواطنين وكذلك الفاعلين الاقتصاديين والفلاحيين، خاصة مع البرنامج الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية وهو إيصال الكهرباء للمناطق الصناعية والمحيطات الفلاحية. سيد عبودي، سون الغاز من بين أهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية كونها تمتلك العديد من الامتيازات وكذلك بسواعد جزائرية 100%. حدثنا عن إنجازات سون الغاز، ما قدمته وما ستقدمه في المستقبل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا شركة سون الغاز تعتبر اليوم كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني، خاصة وهي الشركة الوحيدة الجزائرية التي تمول كل القطاعات الاقتصادية بالطاقتين سواء الغازية أو الكهربائية، والتي تعتبر يعني محرك أساسي للتنمية الدولية. نعم. هذا مما يجعلها شركة مواطنة بامتياز، وذلك بتضافر جهود عاملات وعمالها بكل فروعها، وخاصة اليوم أصبحوا
بفضل تضافر الجهود أصبحت اليوم إنتاج الكثير من المعدات الكهربائية على المستوى المحلي، وهذا دائما في إطار تخفيض فاتورة الاستيراد وكذلك خلق مناصب شغل للمواطنين الجزائريين. نعم، والاحترافية والدقة في الإنجاز هما عاملان لا يمكن أن تستغني عنهما سون الغاز. شكرا. عاملان أساسيًا مؤسسيًا، وهذه نعم من مهام المسؤول الأول للمؤسسة، وكذلك لو توب مانجمنت دو لونتربريز يسهرون على هذا احترافية الأموال. نعم سيد بوزيتون، حدثنا عن المشروع الضخم الذي يربط شبكات الشمال، الشبكة الكهربائية بالجنوب مع الشمال، حدثنا عن انعكاسات هذا المشروع المهم على ساكنة الجنوب. بالطبع هذا مشروع مهم جدا بالنسبة للوطن الجزائري، وهو ربط الشبكة الكهربائية للشمال بالجنوب. حاليا الشبكة الكهربائية هي منفصلة، يعني كاين شبكة كهربائية بالشمال اللي نسميها باللغة الفرنسية لورين ريزو انتركونيكتي نور، وكاين الشبكة الكهربائية بالجنوب اللي نسميها البيات هو لبول عين صالح أضرار تيميمون. هذا الخط الكهربائي الكبير والذي طوله حوالي 1700 كيلومتر، فيه حوالي 700 عمود كهربائي، هو مشروع ضخم راح ينجز بمؤسسات وطنية. هذا المشروع للإسراع في الوتيرة قسم إلى 30 جزء وكلفت به أكثر من 15 مؤسسة وطنية لإنجاز هذا المشروع. مدة المشروع هي يعني قدرت ب 48 شهر. المشروع انطلق مدة عدة شهور وهو يسير بوتيرة متسارعة وجيدة. نعم. كاين أمر مهم في هذا المشروع، وهو أن كل المعدات التي سيكون بهذا المشروع هي يعني من صنع جزائري. نعم، وهو مشروع كما قلتم يعد بالكثير. بروفيسور دادنا، تشكل الجزائر قوة طاقوية هامة. بدء نشكركم على هذه الاستضافة المباركة والطيبة في برنامج من جنوبنا. جانب قطاع الطاقة يشكل محورا هاما ومحوريا ووظيفيا وعمودا فقري فيما يخص الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال أربع مؤشرات اقتصادية نوجزها فيما يلي. أولا، بالنسبة لقطاع الطاقة في الجزائر يساهم بما قيمته 91% من إجمالي الصادرات، وهو رقم لا يستهان به، رقم مهم جدا. مهم جدا. نعم. وكذلك بالنسبة للمؤشر الثاني، وهو يشكل قطاع الطاقة في الجزائر 49% من عائدات الضرائب، وهو كذلك رقم مهم جدا ويلفت الانتباه. نعم. المؤشر الثالث وهو إجمالي الناتج المحلي الداخلي، حيث يساهم قطاع الطاقة بما قيمته من 16% إلى 20% في الناتج المحلي الداخلي الخام، وهو مؤشر هام ودل لقياس مقدار النمو الاقتصادي. نعم. كذلك بالنسبة لي مناصب الشغل ومعدلات امتصاص البطالة، فقطاع الطاقة يحقق ما قيمته تقريبا 300 ألف منصب شغل قار ودائم، وهذا أمر لا يستهان به. طيب بروفيسور دادنا، وماذا عن إسهامات البحث العلمي في مواكبة كل التطورات ومسايرة التطورات الراهنة؟ شكرا لك. اليوم البحث العلمي يتجه بوتيرة متسارعة وثابتة إلى مسعى بقية الجامعات الدولية من خلال ما نلمسه يوميا في المراكز الجامعية والجامعات، من دور للذكاء الاصطناعي، كذلك بالنسبة لمراكز البحث العلمي ضيف إلى ذلك ما يسمى ب المراكز التكنولوجية والبحث العلمي، وكذلك المؤسسات الناشئة، حيث تقوم
اليوم وزارة التعليم العالي بتطبيق القرار 1275 لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة فيما يخص تقريب هذا معناها المؤسسات الناشئة من المواطن الجزائري وربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي. نعم، إذن سيد بوجلة، ولاية ورقلة ولاية تتوفر على مقدرات طاقوية هامة، هل لك أن تحدثنا عن أهم المنشآت الطاقوية التي تدعمت بها الولاية؟ شكرا. أولا بحكم طابعها الطاقوي ولاية ورقلة، نعم، في إنتاج المحروقات كان ولابد أن بالموازاة المنشآت الطاقوية لا سيما في إنتاج ونقل الكهرباء وتوزيعها يكون في نفس المستوى إنتاج المحروقات، هذا من جهة. من جهة أخرى وكان لابد أن لا ننسى الجانب الاجتماعي وهو إيصال الكهرباء بطريقة كافية وآمنة للمواطن. وعلى سبيل المثال في السنوات الأخيرة تم إنجاز محول ب 80 ميجا فولت أمبير في 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 ورقلة في منطقة بامنديل وهو حيز الخدمة. كذلك عدنا مشروعين اللي هما في طور الإنجاز، الأول في بين العين البيضاء وسيدي خويلد راه في المنشآت راه في 95% والخط الكهربائي نتاعو راه يعرف معدل إنجاز جد متقدم فات 60%، راح يوضع في الخدمة إن شاء الله مع خريف مع قبل نهاية سنة 2024. كذلك عندنا مشاريع مبرمجة في على المدى المتوسط وهو كذلك إنتاج إنجاز محول 220 60 كيلو فولت اللي راح كذلك يعزز إيصال أو توصيل الكهرباء للمواطنين نظرا للارتفاع المتزايد وهو حق المواطن في الكهرباء، وكذلك لما تشهده الولاية من حركة في النشاط الفلاحي والصناعي على غرار المنطقة الصناعية حسي بن عبد الله اللي هي منطقة راح تكون إن شاء الله عندها مستقبل في استقطاب النشاطات الاقتصادية، وفيها كذلك بالإضافة إلى ربطها على التوتر المتوسط أن أنجز فيها وينجز حاليا محول ب 80 ميجا فولت أمبير لاستيعاب وكذلك تلبية طلبات كل مستويات الصناعيين. نعم، سيد بوزيتون حدثنا عن كبرى المشاريع الحالية على مستوى ولايات الجنوب، يمكن أن نذكر أمثلة، مثلا يعني ولاية المنيعة كانت قد استفادت من مشروع إنجاز محول كهربائي 220 إلى 30 كيلو فولت بحاسي الفحلبي ولاية المنيعة، هو مشروع يهدف إلى تقوية الشبكة الكهربائية على مستوى الولاية، ومثل هكذا مشاريع كذلك يدعم الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الصناعيين الفلاحيين، وكذا توفير هذه الطاقة الكهربائية إلى المواطن من أجل أن يكون المواطن في أريحية وكذلك لرفاهية المواطن. شكرا. فيما يخص المشاريع الكبرى في إطار إنجاز البرنامج توسيع الشبكة للضغط العالي، نبدأ بكين مشاريع تخص طابق 400 كيلو فولت، وهذا يعني شيء مهم جدا. مراكز الضغط ذات 400 لتحويل الطاقة 422 400 ل 220 كيلو فولت، وراح تجي معها مراكز 220 60 وبعد ذلك 60 30 باش تروح للزبائن العاديين للتوزيع. من بين هذه المشاريع هناك عدة مشاريع على ولاية بسكرة توغورت، على غرار ولاية بسكرة توغورت تيميمون المنيعة وأضرار. أما فيما يخص ولاية المنيعة، ولاية المنيعة حاليا الشبكة الكهربائية هي شبكة من الإنتاج إلى التوزيع. نعم
سيد عبو. نعم تفضل. هناك تطور جد سريع لهذه الشبكة، بحيث أنه في ولاية المنيعة مبرمج مركز كهربائي 422 كيلو فولت، وكاين مركز كهربائي 220 60 كيلو فولت، ومن بعد 60 30. ومن بين هذه المشاريع مشروع حاسي الفحل. مشروع حاسي الفحل اللي حاليا راهي مربوطه بشركة شبكة كهربائية ذات توتر متوسط. نعم. هذا المشروع راه يعطي انطلاقة نوعية وقوية للشبكة، خاصة في حاسي منطقة حاسي الفحل. والمشروع هذا يعني تم انطلاقه منذ عدة شهور، وهو يسير بوتيرة جيدة، وسيتم في أقرب الأجل إن شاء الله وضعه تحت الخدمة. نعم. إذن سيد عبودي، ماذا عن محطات توليد الكهرباء والدور المحوري الذي تلعبه هذه المحطات؟ الدور المحوري اللي تلعبه هي بين استراتيجية مؤسسة صنع الغاز، وذلك لتعزيز القدرة الانتاجية للوطن. كل محطة توليد كهرباء ما هي إلا استراتيجية كومونديال جوست بور لو رونفورسمون دو بارك دو برودكسيون ديال الكتريسيتي. والدليل على ذلك راه شفناه، الطاقة موجودة في كل ولايات الوطن، ولا ولاية تعاني من نقص الطاقة الكهربائية، ما بقى لنا إلا قليل. لم بقي الا القضيه نتاع لا مينتونونس، ما بقاش حاجه واحده اخرى، القضيه نتاع الانتاج. اليوم نسينا هذاك الظاهره اللي كنا نقولها بكري، لو فينومان دو ديليستاج. الحمد لله ستادير ما بقاش ديليستاج كنا نديروه نظرا لنقص الانتاج. اليوم الحمد لله الانتاج راه كاين، الطاقه جد متوفره على مستوى القطر الوطني وخاصه بولايه الجنوب. بولايه الجنوب. نعم بروفيسور ددنا، جهود حثيثه كما ذكر الاساتذه تبذلها دولة لاستمرارية التموين بهذه الطاقة الكهربائية. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يخص جهود الجزائر في المجال الطاقوي ملموسة وواضحة للعيان من خلال بعض المؤشرات والبيانات. نلاحظ أنه على المستوى الوطني تتوفر الجزائر على تقريبا وطنيا على 5 مراكز لتوليد الطاقة الكهربائية، منها منطقة بلاس، منطقة صناعية بجيجل، كذلك تيبازا، ولاية طارف، ولاية عين تموشنت، وولاية بومرداس. إذا هذه 5 مراكز الأهم لجزائر في مجال الطاقوي وفرت الكثير من الجهود، وبالتالي حسنت من وضعية الطاقة على المستوى الوطني، فهي متوزعة شرقا وغربا ووسطا. كذلك المؤشر الثاني، وهو اهتمام الدولة خاصة في السنوات الأخيرة بمجال الطاقات المتجددة، حيث وضعت برنامجا من سنة 2015 إلى سنة 2030، وهذا البرنامج كانت له نتائج واقعية وملموسة. من خلال ماذا؟ من خلال توفير ما قيمته طاقة إنتاج 590 ميجا وات في سنة، بين سنة 2022 إلى غاية 2023، بأنها في السنة الأخيرة، وننتظر إن شاء الله نتائج سنة 2024. نعم. إذن ومن المحور الأول إلى المحور الثاني، لكن أدعوكم إلى متابعة هذا الموضوع حول توسيع دائرة الربط بالشبكة الكهربائية ضمانا لاستمرارية التموين خلال فصل الصيف. نتابع الموضوع للزميل خالد بن جرينا بولاية تجرت، ثم نعود بعدها. ضمانا لاستمرارية التموين بالشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف، تشهد تجرت مشاريع متنوعة في هذا المجال على غرار إنجاز 4 منطلقات كهربائية مست عدة بلديات على تراب إقليم الولاية. بذكرت في جهود مؤسسة صنع الغاز، الحمد لله اليوم رانا في شيء ملحوظ، يعني الكهرباء وصل لكل منازل من ناحية الكهرباء، من ناحية الغاز، يعني شيء مفرح. مع الحرارة الشديدة كنا نعاني، ولكن الآن نلاحظ تغير كبير، بحيث أن الكهرباء عاد متوفرة والحمد لله. مجهودات عظيمة، وحنا ما عندناش مشكل بربي صافي، انقطاع عند مدة صيفين
الحمد لله على كل حال. مع السخانة ومع الصيف كانت مشاكل، واليوم نقول الحمد لله. المنطلقات الكهربائية من شأنها تدعيم شبكة الضغط المتوسط، وبالتالي عدم تذبذب في التزويد بالطاقة وتلبية احتياجات المواطنين لهذه المادة خلال فصل الصيف. هذه المنطلقات من بينها منطلق السلام اللي تم وضعه في الخدمة 100% ليضمننا تزويد أكثر من 3500 زبون، اللي حسننا التزويد وضع الشبكة في ريحية تامة. هناك ثلاث منطلقات راهي على وشك الانتهاء من الأشغال، وسوف يتم وضعها في الخدمة في الأجل القريبة بإذن الله تعالى. هي عمليات متنوعة تمس توسيع دائرة الربط بالشبكة الكهربائية من أجل تفادي انقطاعات التيار الكهربائي في فصل الصيف، وذلك من خلال إدراج مشاريع لتدعيم الشبكة لاستمرار التموين بهذه الطاقة الحيوية. إنجاز 18 محول كهربائي وتجديد 25 محول كهربائي آخر، بالإضافة إلى إنشاء 9 منطلقات كهربائية منها 6 ذات توتر متوسط. هذه المنشآت تتوزع عبر مختلف بلديات الولاية، وبهدف التقليل من زمن الانقطاعات الكهربائية قمنا بتثبيت 7 قاطعات هوائية، بالإضافة إلى استبدال 9 قاطعات أخرى. أما بالنسبة لتأهيل الشبكة الكهربائية القادمة، فقمنا بتجديد 31.8 كيلومتر من الشبكة متوسطة التوتر، بالإضافة إلى 3.5 كيلومتر شبكة كهربائية تم تجديدها يعني شبكة منخفضة التوتر. مشاريع من شأنها تأمين إمداد المنطقة بالطاقة الكهربائية بما فيها التجمعات السكانية والفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين وضمان استمرارها، مما يساهم في تحسين جودة هذه الخدمة على مستوى ولاية قرت. إذن كما تابعنا في الموضوع والعينة كانت من ولاية تقرت، توسيع ربط شبكة الكهرباء ضمانا لاستمرارية التموين بهذه الطاقة الحيوية خاصة في فصل الصيف. أبدأ معك المحور الثاني سيد عبودي. مع حلول فصل الصيف يكثر الطلب المتزايد على الكهرباء، ما الذي حضرته سن الغاز لهذا أو تحضيرا لفصل الصيف تفاديا للانقطاعات المتكررة؟ شكرا جزيلا. هي ككل سنة وابتداء من سنة 2012 وكالعادة مؤسسة صنع الغاز كل صائفة يعني في السنة حاليا نحضروا للسنة القادمة كما تحضر برنامج استعجالي كان يسمى ببرنامج الاستعجالي والآن يسمى ببرنامج الصيف. هناك البرنامج الخاص بالصيف وبرنامج كما احنا نقول البرنامج العادي، خاصة في كل فروعها التوزيع أو النقل أو الإنتاج. فيما يخص التوزيع وعلى منطقة ورقلة ستادير ناحية ورقلة، كنا قد سطرنا برنامج استثماريا حوالي كما نقول لا رياليزاسيون براتيكمون دو 207 بوست ام تي بي تي، وهذا غير لتعزيز التوزيع بشبكة طول شبكة كهربائية تفوق 6000 كيلومتر طولي وبمبلغ إجمالي الذي فاق 16 مليار دينار جزائري. وكذلك فيما يخص نقل الكهرباء، أظن أن السيد بوزيتون محمد هو الأجدر بإعطاء ربما أرقام لتحضير صائفة 2024 في هذا الشأن. نعم، إذا سيد بوزيتوني ماذا عن نقل الكهرباء؟ فيما يخص نقل الكهرباء وعلى غرار ما يجري في جميع يعني المرافق صون الغاز، هناك تحضير لكل صائفة وهو برنامج خاص يعد كل سنة وينجز قبل الصيف. إذن لهذا العام سطرنا برنامجا في الجنوب، وهذا البرنامج قد أنجز ووضع تحت الخدمة. على سبيل المثال المحول الكهربائي في ولاية ورقلة 220-60 كيلو فولت الذي وضع خلال شهر مارس قبل يعني الحرارة، قبل ما تجي ترتفع درجة الحرارة. وهناك مشاريع أخرى هي يعني في وتيرة 95%
كمركز عين البيضاء الذي ذكر من طرف السيد بوجلاء، والخط الكهربائي الذي يربطه، يعني هما راح مازالت أيام قليلة ونضعه تحت الخدمة، وكذلك مشاريع أخرى في الجنوب الجزائري في عمق الجنوب كولاية تمرست، ولاية المنيعة، ولاية كل هذه المشاريع يعني اللي هي اللي راح تأمن الطاقة الكهربائية في فصل الصيف. نعم سيد بوجلة، كيف يمكن ضمان تغطية شاملة من الطاقة الكهربائية على مستوى ولاية ورقلة وخاصة المناطق النائية؟ في هذا الإطار ولاية ورقلة سطرت برنامج هو يعرف إنجاز جد متقدم. على سبيل المثال أعطيك، حاليا عندنا 45 مليار سنتيم لإيصال 146 حي مس كل أحياء الولاية بما فيها البرمة التي تبعد 440 كيلومتر عن الولاية، ولكنها مغطات فيها أحياء توسعات كان لازم علينا أن نرطوها، وهي حال في طور الإنجاز. هذه المشاريع لثلاث أو أربع سنوات هذه الأخيرة درنا برنامج لتغطية كل هذه التوسعات، وما يكون بناءات للمواطنين توسعات الأحياء ندير لهم الكهرباء والغاز، وخاصة الكهرباء حتى فصل الصيف للمواطن اللي راه ما عندوش مكيف واحد، راه مكيفين ثلاثة، حتى المستوى تاع الاستعمال والطلب على الطاقة تزايد عند المواطن البسيط. نعم. لهذا كان ارتفع. لازم علينا أن نكونوا في مستوى الطلب تاع هذا المواطن بإنجاز برامج لصالح هذا المواطن حتى يعني كي يستعملوا الكهرباء بطريقه كافيه وامنه. نعم بروفيسور دادن، الرهان اليوم يفرض استغلال الطاقات النظيفه البديله كالطاقات المتجدده، اهميه الهيدروجين الاخضر كبديلا تدريجيا للانتقال الطاقوي. شكرا لك. جانب الانتقال الطاقوي من بين الاهتمامات الدوله اليوم، هذا الانتقال الطاقوي لا يمكن أن يكون كلية في المدى القصير والمدى المتوسط. لماذا؟ لأن هناك مجموعة من الطاقات الهجينة أو المختلطة، ويتجسد ذلك من خلال ولاية الغواط، حيث هناك محطة هجينة بين الغاز والطاقة الشمسية. نعم. فجانب الهيدروجين الدولة من خلال جامعاتها ومراكز البحث العلمي تشجع وتسعى إلى فتح هذا التخصص على مستوى ماستر والدكتوراه. فاليوم الهيدروجين الأخضر له فائدة وأهمية كبيرة فيما يسمى في خلايا الوقود، فيمكن استعمال ذلك في استغلال السيارات التي تستهلك الطاقة الكهربائية بطاقات نظيفة. وهذه المحطة بروفيسور الهجينة تعتبر الأولى من نوعها إفريقيا. نعم، ومن خلال طاقات الإنتاجية التي تتمثل في 30 ميجا واط، وهو مؤشر قياسي وهام جدا. نعم. أريد أن أضيف إلى ذلك ما اهتمامات الدولة بجانب الطاقات النظيفة أو الطاقات الصديقة للبيئة. نعم. كما تسمى من خلال الطاقات الكهرومائية من خلال ولاية مجموعة من ولايات على المستوى الوطني بدءا بجيجل وولاية بجاية وولاية معسكر وولاية تمشنت وولاية تلمسان، كلها يمكن استغلالها للطاقة الكهرومائية. ضف إلى ذلك صحراء الجزائر التي تمثل ما قيمته 80% من مساحة الجزائر، لأنه لو نقسم الجزائر نجد ولايات ساحلية وهضاب عليا والصحراء والصحراء الجنوب، فمعدل الشروق الشمسي في الجنوب يصل إلى 169,440 كيلووات ساعة في السنة، فمعدل الشروق الشمسي في الجزائر خاصة في الصحراء معدل هام، ويمكن الجزائر أن تكون نموذجا عالميا فيما يخص استغلال الطاقات المتجددة، وخاصة إذا استغلت كفاءتها البشرية وإمكانيتها المادية والمالية. نعم، إذن سيد بوزيتون، ماذا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة خاصة في ولايات الجنوب؟ طبيعة الحال هناك عدة مشاريع للطاقات المتجددة في الجنوب الجزائري على غرار المشاريع التي انطلقت في ولاية تقرت، ولاية بسكرة، ولاية ولد جلال، ولاية المغير، ولاية الأغواط.
هذه المشاريع مهمة جدا لتحسين نوعية الإنتاج ويكون الطاقة نظيفة. يعني إذن هذه المشاريع قد انطلقت منذ أشهر وهي الآن في طور الإنجاز، ومدة الإنجاز هي يعني مدة معقولة جدا. راح هذه المحطات راح تمد الطاقة في مراكز نقل الكهرباء، والتي ستوزع إلى جميع المستعملين، الزبون العادي الفلاحي والزبون الصناعي. نعم سيد بوجلة، الانتقال الطاقوي الآن أضحى أكثر من ضرورة، ماذا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة على مستوى ولاية ورقلة؟ بداية نبدأ بما تم إنجازه في الطاقات المتجددة منذ 2015 لهنا. بدينا بمحطات سعتها 30 ميجاوات على غرار المحطة اللي في الهجيرة. اليوم في المشروع تاع 1000 ميجاوات اللي راه هو طور إنجاز، رانا نوصلوا ل 250 300 ميجاوات. يعني كتشوف التقدم التكنولوجي وتقدم التحكم في 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 الإنجاز وفي استغلال هذا النوع من الطاقات النظيفة، لا سيما الطاقات الشمسية. إذا رانا ماشيين في مشروع 1000 ميجاوات اللي هو كما تكلم عليه سي بوزيتون، اللي هو 50 ميجاوات في بشار، 100 ميجاوات في عين البيضاء في ورقلة، 250 في توغوت اللي هي في المغير، 300 في لغواط، و 300 في واحدة في الواد واحدة في توغوت. إذا ما مجموع 1000 ميجاوات، وينجز بشركات جزائرية، المقاولة الدوم الجزائرية، وحتى المواد المستعملة كاللوحات هي تنتج محليا في الجزائر، واللوحة تمثل في سلسلة الإنتاج 30%، معناتها ثلث سلسلة الإنتاج راها تنتج محليا في الجزائر. الإنتاج بالطاقات المتجددة راح نحافظوا نوعا ما ومستقبلا على حرق يعني الطاقة التقليدية اللي هي الغاز، باش نقصوا من الغاز ونبداو كدول متقدمة في إنتاج بالطاقات الشمسية كما قال الأستاذ، لما تزغره البلاد من أشعة للشمس، وكذلك معدل هذا الفاكتور دون سوليمون اللي يعني يحفز كثير للإنتاج بالطاقات المتجددة، وإحنا ماشيين فيه إن شاء الله، حتى يعني حظيرة الإنتاج تكون مدعمة بهذا النوع من الطاقات، كل الطاقات الشمسية وحتى طاقات الرياح اللي راها في يعني حتى يوم يعني هناك العديد من الأنواع من الطاقات المصادر صديقة للبيئة. سيد عبودي، ماذا عن الاستثمار في الطاقات المتجددة؟ بكل صراحة قضية الاستثمار في الطاقات المتجددة هو الشغل الشاغل للمؤسسة. نعم. وتعزيز الانتقال الطاقوي ترانزيسيون انرجيتيك من الأساسيات للمؤسسة، حيث أن كما زيادة عن ما قاله كاين المشروع نتاع 1000 ميجاوات اللي راه طور الإنجاز سنة 2024 و2025، ثاني كاين مشروع آخر ب 1000 ميجاوات اللي سيسجل ابتداء من السنة القادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. نعم، إذا أبقى معك سيد عبودي. هنا ربما تحدثنا عن تزويد بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وذكرتم جهود صنع الغاز بتوفير هذه الطاقة بشكل دائم ومستمر لكي تفاديا يعني للانقطاعات المتكررة التي قد تكون في فصل الصيف. هل هنالك تدابير للتدخل وبشكل سريع ودائم في حال وقوع انقطاعات متكررة؟ وهنا يأتي دور الفرق ربما المتخصصة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء مع تحديد إصلاح العطب إن وجد في أقصى وقت ممكن. نعم، وهو مشروع اللي راه تخدم فيه مؤسسة باي مرور سنين في الشمال. كاين هذا المشروع اللي راه طور الخدمة هي لا تيلي كوموندا ديستونس، واليوم في الجنوب الكبير ناحية ورقلة الدراسة تمت، والان المعاهدة يعني امضيت وبقي الا تسجيل على ارض الواقع.
تولي لا تيليكوموند سيتادير ميم سيليا سو طافي نورمال اون با اليميني لي زيزانسيدون اون توتاليتي كاينين لي زانسيدون مي سوف كو لا ديتيكسيون دي لانسيدون لي مان ا لانستونتي ا بارتير دون بيبيت سيتادير من بيت من حجره التحكم يشوف اصلا الخطا العطب العطب وين راه كاين يعزل المنطقه اللي راه الاخر وهو اللي يمد الامر للفرق التدخل يعني يمشي مباشره للمكان العطب يقول له العطب راه عندك في البلاصه كما احنا نقولوا في المكان الفلاني الدراسه تمت ليس كما ما في الجنوب الكبير تحت من ناحيه تاع تمرست اضرار تمرست اليزي جانات عين قزان عين صالح مام هذوك الدراسه جسدت وما باقي الا توقيعها على ارض الواقع. ربما نود ان نسمع سيد بوزيتوني عن هذا المحور أو هذه النقطة بالنسبة إلى تدابير التدخل بشكل سريع ودائم في حال وجود انقطاعات متكررة، ما قولكم سيدي؟ شكرا. أول ما أبدأ به نذكر شيء مهم وهو كمية توفر الطاقة قبل ما نروح له. الطاقة حاليا في 2024 متوفرة بكمية كبيرة، يعني كن نمد الرقم على مستوى الجنوب للزبون العادي هي تقريبا 2600 ميكا فولت أمبير متوفرة حاليا، يتم استهلاك منها ما لا يتعدى 55%، إذا عندنا فائض ب 45%، وهذا ما يطمئن، يعني هناك أريحية بالنسبة لتوفر الطاقة، يعني الطاقة متوفرة وتنتظر من يستغلها سواء الزبون العادي أو الصناعي أو الفلاحيين. أما فيما يخص التدخلات في فصل الصيف، يعني هناك تحضير خاص في فصل الصيف. أولا يبدأ بالمشروع المشاريع اللي تكلمنا عليها هي تحضير الصائفة. ثانيا زيادة على المشاريع التي تنجز هناك عمل صيانة الخطوط الكهربائية والمراكز اللي يتم قبل الصائفة باش نبقاو في الصائفة، يعني غير نراقبوا في حالة حدوث أي عطب تكون عندنا سرعة في التدخل، وحنا نوجد فرق مجندة من قبل لها معدات ولها تجهيزات، وكذلك هناك فرق تقوم بأعمال مراقبة طيلة الصيف في الخطوط الكهربائية، يعني هناك دي فيزيت تاع لي ليني، وهناك مراقبة في المراكز، يعني نراقب كل الأجهزة يوميا، مراقبة يومية حتى نتفادى كل هذه الأعطاب والانقطاعات. نعم، إذا سيد محمد بوزيتوني أشكركم جزيل الشكر على كل هذا الإثراء وعلى كل ما قدمتموه من معلومات، أنتم المدير الجهوي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء وتسيير المنظومة بورقلة، شكرا جزيلا لكم. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. ننتقل وإياكم الآن مشاهدينا الكرام إلى المحور الثالث، والمحور الثالث من عمر هذا البرنامج حول ربط المستثمرات بالطاقة الكهربائية والعينة من ولاية المغير مع الزميل خالد بنجرينا. من أجل رفع نسبة الإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب، تشهد ولاية المغير وتيرة متزايدة لربط عديد المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء، الأمر الذي شجع أصحابها على توسيع محاصيلهم المزروعة. عانينا الأمرين مع المولدات الكهربائية، والحمد لله اليوم بفضل مجهودات الدولة وبفضل مجهودات توصية رئيس الجمهورية والقائمين على القطاع الفلاحة وصناع الغاز وفروا لنا الكهرباء، وكي جاتنا الكهرباء رانا قادرين نزيدوا لنا فونسي وقدام إن شاء الله. كنا نعانوا بالقروبات، فضل ربي والرجال راهم عطاونا الكهرباء ورنا في نعمة ربي الحمد لله رب العالمين. وكي جاتنا تريسيتي دوك راه زاد دعمتنا زاد فرحتنا، وزدنا نزيدوا باذن الله ان شاء الله نزيدوا لقدام باذن الله بربي ان شاء الله نزيدوا. كنا دايرين 30 قطار ونديروا 90 قطار. اليوم الحمد لله راهي الدوله تاعنا وفرت لنا الكهرباء، وفرت لنا جميع الاشياء اللي تتعلق بالكهرباء، وراهم هبطوا لنا ترانسفوات، هبطوا لنا الكونتورات، هبطوا لنا الحوايج، وهذا راح يشجعنا لزياده الانتاج بفضل مجهودات الدوله.
اليوم الحمد لله لحقت الكهرباء كما راكم تشوفوا الحمد لله، وان شاء الله نقدموا قدام. عملية ربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء كان أحد أسبابها الإجراءات التسهيلية التي تمكن الفلاحين من الشروع في استغلال مساحاتهم دون صعوبات، لا سيما التزود بالكهرباء. عملت مديرية صنع الغاز التوزيع على إيصال الكهرباء لعدد كبير من المستثمرات والمحيطات الفلاحية، وقدمت نموذجا استراتيجيا في هذا المجال، حيث تم في السنوات الأخيرة ربط أكثر من 700 مستثمرة فلاحية ببلدية الولاية الثمانية، لتدعم هذه المستثمرات الفلاحية ب 129 محول كهربائي بطول شبكة توتر منخفض بأكثر من 73 كيلومتر، وشبكة منخفض توتر المنخفض بأكثر من 32 كيلومتر، وقدر الغلاف المالي لهذه العملية بأكثر من 615 مليون دينار جزائري. والآن نحن في إطار تزويد الكهرباء للمحيطات الفلاحية ذات الفلاح الاستراتيجية. ربط العديد من المحيطات الفلاحية بولاية المغير بالكهرباء في إطار مختلف البرامج التنموية من شأنه النهوض بقطاع الفلاحة بالولاية ومضاعفة فرص الإنتاج والمساهمة في تنمية المناطق المستفيدة. الفلاحين عندما وصل لهم الكهرباء استطاعوا أنه يوسعوا في المساحات الاستراتيجية، لا سيما زراعة الحبوب، زراعة كذلك الأعلاف الخضراء والخضروات كذلك بالبيوت البلاستيكية. وهذا إلا البداية، ورانا في البرنامج هذا مازال تواصلين فيه، وراح نصدق متفائلين أنه يكون صدق نتيجة جيدة بإذن الله. عملية ربط المستثمرات بالشبكة الكهربائية يعتبر عاملا مهما في تطوير الفلاحة بالمنطقة، وأحد أهم الخيارات الاستراتيجية الداعمة لزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. إذن كما تابعنا في الموضوع ربط المستثمرات بشبكة الكهرباء وهو عامل مهم في المجال الفلاحي. أعود إلى المحور الثالث لأرحب بالسيد محمد أمين حوحو مدير المصالح الفلاحية بولاية تجرت. أهلا بكم سيدي الكريم، وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وأبدأ معكم المحور الثالث سيد حوحو. حققت ولاية تجرت مؤخرا نتائج مشجعة فيما تعلق بالإنتاج الفلاحي، خاصة ما تعلق بالحبوب والزراعات الاستراتيجية، ومن بين العوامل المهمة وهي ربط معظم المحيطات الفلاحية بولاية تجرت الكهرباء. أكيد بالنسبة لولاية تجر تعتبر ولاية فلاحية بامتياز، تعتمد أساسا على أو الزراعة الأساسية هي زراعة النخيل، واحة النخيل معروفة واحة النخيل في تجرت، وأيضا عملية توسع في الزراعات الاستراتيجية اللي تعرف طفرة الولاية خاصة في هذا الموسم 2023-2024 بالدخول في زراعة الحبوب، وهذا كله بفضل البرنامج، يعني البرنامج الكبير اللي هو ربط المستثمرات الفلاحية بالشبكة الكهربائية اللي بدا بناء على قرار السيد رئيس الجمهوريه لايصال الكهرباء الفلاحيه لجميع الفلاحين. بدينا في شهر جوان 2021 عمليه احصاء جميع الفلاحين الغير مربوطين بالشبكه الكهربائيه، ثم انتقلنا الى عمليه الدراسه في بدايه سنه 2022. بدينا عمليه الانجاز، وكانت على مرحلتين. المرحله الاولى اللي هي كهرباء المحيطات التي كانت التي كانت ناقصه من الكهرباء، وايضا المرحله الثانيه اللي هي المحيطات الجديده اللي كانت تحتاج الكهرباء الفلاحيه من اجل الانطلاق والدخول في الانتاج. حقيقه المرحله الاولى انتهت، دائما كانت في اعاده الاعتبار لواحات النخيل. ما ننساوش ان واحات النخيل او شعبه التمور في الوطن هي شعبه استراتيجيه، شعبه مهمه جدا، وهي علامه مسجله في الولايات. الحمد لله المحيطات الواحات كلها مربوطة بالشبكة الكهربائية، أكثر من 20 محيط لإنتاج التمور تم ربطه، والآن المرحلة الثانية هي لمرحلة إنجاز ولا ربط المحيطات الفلاحية ودخولها في الإنتاج، خاصة مع إنشاء
ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية لوداس، وأيضا دخول حيز وتفعيل المراسيم التنظيمية الجديدة لتوزيع قطاع الأراضي في الجنوب عن طريق الاستصلاح بالامتياز الفلاحي. ولاية تجورت كذا هي ولاية رائدة كذلك في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث استفادت مؤخرا من عديد المشاريع في المجال الطاقوي. نذكر على سبيل المثال محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 150 ميجاوات، والأكيد أن هذا المشروع الحيوي ومشاريع مماثلة يعود بالفائدة على ساكنة ولاية تجورت وخاصة على المجال الفلاحي. أكيد كنظرة استشرافية في المستقبل القريب أو قريب المدى، نحن وشركائنا في قطاع الطاقة وشركة صنع الغاز عندنا محيطات جديدة غير مستغلة ستدخل قريبا بإذن الله في حيز الخدمة، وهذا استلزم منا دراسة شاملة اللي هي كمية الكهرباء اللي نحتاجها، كمية الطاقة اللي نحتاجها. الآن رانا في أريحية، ولكن مع توسع الزراعات راح تكون عندنا احتياج كبير للطاقة، وهذه الدراسة بدينا فيها احنا وشركائنا في قطاع الطاقة وشركة صنع الغاز. ومن بين فوحو، كيف يتم التنسيق بين قطاع الفلاحة ومع القطاعات الأخرى مثلا صنع الغاز؟ أكيد هناك لجان محلية تتكون من قطاع الطاقة، شركة صنع الغاز، قطاع الفلاحة، وأيضا تحت إشراف الداخلية، باش يكون هناك استراتيجية ونظرة على الأقل مستقبلية. كما كنت نقول هناك برنامج كبير في الجنوب في توسع، خاصة دخول في الزراعات الاستراتيجية لهذه الولايات الجنوبية، داخلة هناك طفرة في الإنتاج الحبوب، ومنها ولاية تجورت. ومن بين الدراسات اللي راهي تمشي هنا كيفية إدخال الطاقات المتجددة، ومن هذا المحطات الكهروضوئية لتدخل دائما في قدرات الإنتاج الطاقوية اللي نحتاجوها. وبإذن الله تعالى راح نكون الحساب الدراسة اللي راهي في 30 أو 40% أن نقدروا نلحقوا لسأفاق 2030 باحتياجاتنا خاصة في القطاع الفلاحي. نعم سيد عبودي، ماذا عن ربط معظم المحيطات الفلاحية بالكهرباء، خاصة أنه شفنا أنه في نتائج إيجابية حققتها وحققها قطاع الفلاحة. طيب بلغة الأرقام سيد عبودي، كم هو عدد المحيطات الفلاحية التي تم ربطها بالكهرباء على مستوى ولايات الجنوب الشرقي؟ شكرا جزيلا. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتطبيقا للتعليمات الصارمة الصادرة من الطرف الأول المسؤول على مستوى القطاع الرئيس المدير العام للمجمع، كان هدفنا هو إيصال حوالي 100,000 مستثمرة فلاحية نهاية سنة 2024. اليوم الحمد لله مستوى الوطني اليوم وصلنا إلى 60,000 مستثمرة فلاحة هي مربوطة بالكهرباء، بما فيها اليوم في ناحية ورقلة 24,000 مستثمرة 15,000 مستثمرة فلاحية إلى حد اليوم هي مربوطة بالكهرباء. والهدف عندنا من نهاية السنة ستادير لوبجيكتيف انيال نوصلوا ل 24,000 مستثمرة فلاحية تربط بالكهرباء، بغلاف مالي اليوم 15,000 مستثمرة فلاحية غلاف مالي الفاق 16 مليار دينار جزائري، وطول شبكة 6,000 كيلومتر طولي. بقات لنا 9,000 مستثمرة فلاحية، فهي منها 8,000 اليوم راهي طور الإنجاز اللي ربما إن شاء الله الرحمن في القريب العاجل على أقصى تقدير يكون في نهاية شهر أوت تكون مكملين لي 23 ميل، تبقى لنا 1000 مستثمرة فلاحية إن شاء الله، قبل نهاية السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم نكون مكملها بما يخص 14 ولاية في الجنوب الشرقي. إذا سيد بوجلا، كيف يسهم قطاع الطاقة والمناجم وبشكل كبير في دعم وتطوير قطاع الفلاحة من خلال توفير الطاقة بأنواعها سواء كهربائية لسقي المحيطات الفلاحية والإنارة والمواد البترولية تشغيل المعدات والآلات الفلاحية؟ شكرا سيدتي. نعقب شوي على برنامج ربط المحيطات بالكهرباء، لما له من خصوصية
نعم. المسيرين في البرامج في زمن مضى أو العادة أنه يعطوك غلاف مالي وتنجز. القرار اللي أخذها رئيس الجمهورية هو العكس، خدموا كل ما هو منتج، كل فلاح يخدم أعطوا له الكهرباء والخلاص يجي من بهذا الميزة. نجح البرنامج على الكهرباء فيه وراه يمشي. في زمن مضى حتى زملاء البصري في الحين ما يقدروش، الغلاف محدود، قال عندك غلاف محدود خدم هنا شوي، تبدلت الآلية. كل فلاح منتج جيبوا له الكهرباء. والشكر يعني لزملائنا في صنع الغاز اللي ما توقفوش عن الانجاز ومشوا في الانجاز، وحتى يعني حتى الزملاء في قطاع الفلاحه لمسوا يعني الارتفاع في الانتاج نتاعهم، لان الكهرباء هو يعني محرك التنميه. نرجع لتوفير المواد الطاقويه بما فيها بإضافة الى الكهرباء، هو يعني وين المحيطات اللي ما فيهمش كهرباء رانا نوفرهم المازوت، المازوت لتشغيل المولدات على غرار المحيط نتاعنا حاسيل حداو في حاسي مسعود في قاسي طويل، كاين مجمع مدار اللي راه ينتج ويعني كثبت القدرات نتاعو الانتاجيه في الزراعه. نعم بروفيسور ددنا، ربط المحيطات الفلاحيه كما كنا نتحدث يعني مهم جدا، من بين اهم الكهرباء من بين اهم العوامل التي ادت الى يعني نتائج مشجعه ونتائج ايجابيه كما قلنا، خاصه في النتائج الاخيره المحققه فيما تعلق بشعبه الحبوب. شكرا لك. تم تزويد 6 آبار بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، وامتد هذا البرنامج إلى ولاية الجنوب، أضرار، تميمون، ورقلة، الواد، المنيعة. فهذا البرنامج شمل تقريبا 13600 مستثمرة فلاحية، منها 13087 لولايات الجنوب. فهذا زاد من معدلات الإنتاج الفلاحي في ولايات الجنوب من خلال هذه البرامج الطاقوية. أضيف لك في هذا الصدد أن الجزائر لها مخزون طاقوي هام، انطلاقا من المؤشرات الاقتصادية من ناحية الصادرات، صادرات الجزائر ميناء الغاز، ما جعلها تحتل المرتبة أولى إفريقيا من ناحية صادرات الغاز حسب تقرير جونفي 2024 لمنظمة الأوبك. هذه المتعاملين الذين تتعامل معهم الجزائر وتصدر لها الغاز هي أولا تركيا بمقدار 4.8 طن، تأتي في المرتبة الثانية فرنسا بمعدل 3.8 طن، المرتبة الثالثة إيطاليا بمعدل 1.8 طن، المرتبة الرابعة إسبانيا بمعدل 1.2 طن، ويأتي في المرتبة الأخيرة نعم. الصين في ب0.5 طن. نعم سيد ددنا، نبقى في هذه النقطة المحورية. تعمل الجزائر على استغلال قدراتها الفائضة في مجال توليد الكهرباء من أجل التصدير، إذ تسعى إلى توسيع صادراتها من الكهرباء إلى الدول الأوروبية والإفريقية. نعم، هذه الصادرات من شأنها أن تعود بما يسمى بالعملة الصعبة. العملة الصعبة هي مؤشر اقتصادي هام، ما يزيد لنا في احتياط الصرف الأجنبي، ومن خلال احتياط الصرف الأجنبي يمكننا التحكم في معدلات التضخم. شكرا بروفيسور ددنا. سيد حوحو، نتحدث هنا عن دور رقمنة القطاع، قطاع الفلاحة على مستوى ولاية تجرت. أكيد الرقمنة أصبح لابد منها، خاصة وهناك تطور كبير للقطاع الفلاحي في جميع الولايات وخاصة ولاية تجورت. أكيد الرقمنة راح تبدأ بداية بالإحصاء العام للفلاحة اللي انطلق في 19 ماي 2024 وينتهي في 17 جويلية 2024، اللي راح يجمل ليست إلا ما تحتاجه القطاع الفلاحي ولكن ما يحتاجه جميع القطاعات داخل القطاع الفلاحي. يعني قطاع الطاقة يستطيع من خلال رقمنة قطاعنا في الإحصاء العام للفلاحة يعرف مدى استهلاك الطاقة الكهربائية مثلا ولا مختلف الطاقات، يقدر يعرف لي زوبجيكتيف
على المدى المستقبلي. ايضا قطاع البيئه يقدر يعرف التطور نتاع القطاع الفلاحي وتاثيره على البيئه وتاثيره على النظام البيئي، خاصه وان ولايه تقور تعتبر ولايه واحاتيه وتخضع لنظام بيئي خاص، خاصه اللي يسموه النظام الواحاتي. سيد حوحو، ماذا عن الافاق المستقبليه الواعده بالنسبه لقطاع الفلاحه بتوغورت؟ اكيد اهم شيء اللي كما ذكروه الاخوه هو الربط المستثمرات بالكهرباء الفلاحيه. ما جاتش هكاك، هناك استراتيجيه منظومه كبيره لبدايه بدات بتسهيل الحصول على رخص الحفر. تسهيل رخص الحفر، اذا هناك محيطات جديده راح تدخل للانتاج، ومنها محيطات كبيره وبعيده على الشبكه، دونك راح يكون عندنا ضروره حشد اموال من اجل ربط هذه المستثمرات. الحمد لله البرنامج هذا اللي عيطوه في القطاع الفلاحي، يعني اغلب الفلاحين يسموه برنامج رئيس الجمهوريه، وهذا من احسن البرامج اللي مشى في القطاع الفلاحي. احنا رانا على قدم وساق من اجل ربط جميع المحيطات، خاصه المحيطات الكبيره والشاسعه اللي راح تكون المحيطات مهيكله، لكن نقولوا فيها عمليات هيكليه، يعني نحكوا على المسالك ونحكوا على الكهرباء الفلاحيه اللي راح تجذب الاستثمار. وهذا هو الهدف نتاعنا، انه المستثمرين يحسوا انه هناك مرافقه وهناك استثمار للدوله. انا البرنامج هذا يعتبر استثمار للدوله، يعني مش راح يروح هكاك، يبقى المحيطات راح يبقى عندنا، الابار راح تبقى عندنا، والمياه الجوفيه كاينه عندنا، يبقى الا الاستثمار. وهذا هو الهدف، انه تكون مرافقه الدوله للمستثمرين، خاصه اللي راه ينشطوا في الزراعات الاستراتيجيه وخاصه الاستثمارات الكبيره. يعني ولايه تقورت عندنا بعض المستثمرين كبار دخلوا في الانتاج بال 500 وبال 600 هكتار حبوب، دونك النتائج خاصه انتهاء موسم الحصاد والدرس، احنا راه نبداو موسم الحصاد والدرس بكري، كانت نتائج جد وجد وجد مرضية، وراح تخلي المستثمرين بإذن الله تعالى يستفادوا من المحيطات هذه. السيدة عبودي، ماذا عن التسهيلات التي وضعتها صون الغاز بالنسبة للمستثمرين الفلاحين لربط محيطاتهم الفلاحية؟ الأكيد أنه في تسهيلات. شكرا جزيلا. هي كتكملة لما قاله الأخ مدير الطاقة، هي كما احنا نقول لا فورميل تقلبت الفو اليمونتي اون بريمي ليو لو فلاح اونسويت افوار ستادير لي بايمون اترافير ليطا و نامبورت كال. اما بالنسبه للفلاح فهناك توصيات من طرف مسؤول المؤسسه او المسؤول المؤسسه، سيكو الفلاح ما ينجمش حتى يخلص الفاتوره باش يمشي نخدموا له، نطلقوا له الضوء والفاتوره تجي مع التسهيلات يتقرب الوكالات التجاريه عنده تسعيرة خاصة الفلاحات، ماشي نفس التسعيرة كزبائن العاديين، وعنده يخلص بالتقسيط ومتى أراد بدون، وهناك توصيات من وزير الطاقة دو نو با كوبي لي زاغريكولتور ميم اون كا دو ستادير دورجيسمون دي كريونس. نعم، شكرا سيد عبودي. إذا نأتي إلى ختام هذا الموعد معكم، أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الكرام على كل هذه المعلومات القيمة التي قدمتموها وعلى كل هذا الإثراء. إذا كان معنا السيد عبد القادر عبودي المدير الجهوي لشركة صون الغاز توزيع ورقلة، شكرا جزيلا لكم. وكان معنا كذلك البروفيسور عبد الغفور ددن خبير في اقتصاد الطاقة بجامعة قصد مرباح بورقلة، شكرا لكم. شكرا بروفيسور. لك شكرا. وكان معنا كذلك السيد محمد أمين حوحو مدير المصالح الفلاحية بولاية تقرد، شكرا جزيلا لكم. شكرا. وكان معنا كذلك السيد بوجلة ميلود مدير الطاقة والمناجم بولاية ورقلة، شكرا لكم. شكرا لك سيدتي. وكان معنا كذلك السيد محمد بوزيتون المدير الجهوي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء وتسيير المنظومة بورقلة، شكرا إذن جزيلا لكم على كل هذا الإثراء.
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. في الأخير تقبلوا تحياتي، تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.